عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح. هذه قصة أبي الدحداح، قصة عظيمة في المبادرة في الإنفاق والصدقة والقرض الحسن، إلى درجة أن أخرج عياله وزوجته أم الدحداح من المزرعة والبيت والحائط اللي هو البلاد والبستان ليقرضه رب العالمين. وليبشر أبو الدحداح بالمضاعفة وله أجر كريم. قال: جاء أبو الدحداح الأنصاري قال: إن الله يا رسول الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده قال: إني أقرضك، إني أقرضت ربي حائطي، يعني بستاني، وكان له حائط فيه 600 نخلة بالمدينة قبالة المسجد النبوي، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال أبو الدحداح: فناديتها يا أم الدحداح، قالت: لبيك. ونعم المرأة، ألا لو تقول لحريم هالزمان اطلعي من بيتك ترى يقرضته الله، أو ايش تبي تقول؟ العلم عند الله تعالى. قالت: ناديتها يا أم الدحداح، قالت: لبيك يا أبا الدحداح. شوف شوف الأدب، يا سلام. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. إيش ردت المرأة الفقيهة الحصيفة العظيمة؟ ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح، الله أكبر. هكذا كانت النساء يقفن مع أزواجهن في أعمال الخير. ما قالت: أنا وين أروح؟ وأنا وعيالي وش أسوي بهم؟ لهم الله ورسوله والحمد لله. ونقلت منها متاعها وصبيانها، فقال رسول الله: كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة، يعني مليان، بدل أن نخل 600 إلى أضعاف مضاعفة، ورداح يعني مليئة، وش طلعة بالنسبة لطلع الدنيا؟ كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح.